الشيخ وجدي غني والعسكر، برنامج أسبوعي يأتيكم كل جمعة على قناة العالم الأسود للعسكر، فتابعونا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم الشيخ وجدي غني والعسكر. وفي هذه الحلقة نتناول ركن النطق بالإقرار باللسان بشهادة لا إله إلا الله والأثار الاجتماعية والسياسية لذلك. وفقا لما فهمتم فضيلة الشيخ وجدي غني قبل التسجيل، فإنه كثير من المسلمين يخجلون من تعريف أنفسهم، يعني يخجل أن يقول أنا مسلم، يقول أنا مصري، أنا سعودي، أنا سوري، أنا عراقي، أنا تركي، أنا كذا، ويخجل أن يعرف نفسه. يقول لك أنت تقولش أنا مسلم مثلا، زي ما يقول الشعب المصري مسلم، يقول لك ما تقولش الشعب المصري المسلم، تقولش المسلم، ولا هو شعب كافر يعني، ولا أنا مش فاهم والله. فأنا فوجئت أن الشيخ وجدي بيقول أن هذا معناه أن هذا الشخص، يعني إذا أنت مفروض أنت كمسلم شهادتك أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يترتب عليها أن تفخر وتظهر هويتك كمسلم. حول هذا الأمر الشيخ وجدي بقى طبعا هو يفسر منه أكتر، هو أنا غشت منه كلمتين اللي أنا سألتهم. فحول هذا الأمر معنا فضلت الشيخ وجدي غنيم. أهلا بك فضلت الشيخ. أهلا بي، حياك الله، بارك الله عليك. فضلت الشيخ وجدي غنيم، يعني معك الميكروفون لو شرحت لنا بالتفصيل وبالنماذج على الوضع القائم حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أهلا ومرحبا بإخوان المشاهدين أخوات المشاهدات، حياكم الله، كل الشكر لله ثم لأخي الحبيب العزيز الأستاذ صابر على هذه الحلقات. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الركن الثاني من أركان الإيمان اللي هو الإقرار باللسان. احنا كلمنا في الحلقة السابقة عن الايه الركن الاول اللي هو يقين بالقلب، اثنين اقرار باللسان، ثلاثة تأكيد بالعمل. النهاردة بقى في ايه اقرار باللسان. اقرار باللسان يعني ينطق. انت دلوقتي يقينك بالله، نعم، في الله وهو الخالق وهو اللي خلقني وهو هو الله عز وجل، نعم، يقين. انت بقى وقول اشهد ان لا اله الا الله، يبقى تقول بلسانك، النطق باللسان، النطق بالشهادتين، تعلن عن دينك اللي هو ايه الدين. سورة آل عمران، ان الدين عند الله الاسلام، طب ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. لا، انا مسلم. قال الله في سورة فصلت، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. بص، انني مش انا، ايه انني؟ توكيد، توكيد. اذا انا اعتز بديني واعتز باسلامي، فلما واحد يسالني ما اقولوش ايه انا متدين، انا يا اخي صابر انا متدين. ايه متدين يعني؟ انا متدين والله. بانهي دين انت متدين؟ بانهي دين المفروض يقول ايه؟ يقول مسلم، انا مسلم، انا مسلم موحد بالله، يفخر بالدين ويقوله مش متدين. فاكر احنا في السبعينات اول حاجه عملناها الجماعه الدينيه، ليه؟ اوعى تقول اسلامية. ليه؟ هتبقى الله، يبقى انت كده اعلنت عن نفسك اسلامية. طب ما احنا عندنا مسيحيين. الله، طب ما المسيحيين دول اقلية، وفي يعني هم عشانهم انا يعني اداري على عقيدتي وعلى ديني علشان اقلية؟ لا، مين اللي يقول كده؟ ده وصل الامر للناس للاسف، وهذا كفر. يبقى بكررها، كفر. ايه؟ انك انت تلغي دينك وتعتز بالمصيبة الكبيرة انك انت تنتمي الى الفراعنة، مصر الفرعونية. يا مصري ايها الفرعوني، هؤلاء الفراعنة اللعيبة بتوعنا لما كانوا بيلعبوا حطوا جون، يا ابن النيل، يا ابن الفرعون، يا ابن الفراعنة. اهو انت يا ابن الله، انت يا ابن الفراعنة، مش هذا يتعارض مع لا اله الا الله؟ ده كفر، مش يتعارض، ده كفر. ان انت بتنتسب لايه؟ للفراعنه. اذا كان ربنا بيقول فرعون دي الاوتاد، سوره الفجر، الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. انت تنتمي لدول؟ تقول انا بنتمي لدول؟ قال صلى الله عليه وسلم من انتسب الى تسعه اباء كفار يبتغي بهم عزه فهو عاشرهم في النار. تاني، قال صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى تسعة آباء كفار يفخر بهم ويتبع أنا جدي فرعون اللي كذا 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 فهو عاشرهم في النار. ليه؟ لأنه بيفتخر بالفرعونية. وأنت فرعوني؟
أشهد الله أنا متبرئ عسكر الصليب من الفراعنة. عسكر الصليب فضلت الشيخ معلش أنت اللي جبت الكلام بنعمل إيه بس. عسكر الصليب اللي هو دكتور اللي طلع قال بقول له جاب له اتصالات الجيش المصري قال له ما حركة حطين بقيادة رمسيس السهيل. أنا ضحكت ضحكت. خليهم يفضحوا نفسه يا ناس. قلنا لكم يسقط 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 حكم العسكر. احنا في دولة مش معسكر. بالله عليك مش هم دلوقتي بيثبتوا الكلام اللي احنا قلناه ده؟ انا فرحان فرحة وابشرك وابشر الشعب المصري الاصيل بتاعنا مش الشعب النجس الثاني الخاين بتاع السيسي. ان شاء الله واسمع كلمتي دي لن يكون تصور يعني مش بحث عن قيمها. لن يكون هناك انقلاب عسكري تاني في مصر بعد ما انقلاب ده يقول في 60 دقيقة. للناس شافت وعرفت وعاشت هم دول العسكر. لا هنا في تركيا اخ صابر كده كان 5 انقلاب. خلي بالك الناس اللي طلعت هنا مش كلها عشان أردوغان اللي ناموا تحت الدبابات واللي حط عربيته في الطريق الرئيس واللي راح على الرانوي بتاع الطيارة وحط مش عارف ايه. مش عشان أردوغان بس في ناس طبعا عشان أردوغان. لا لأنهم جربوا. أنا واحد قال لي كلمة خطيرة أعتقد حضرتك هتأكد لي. في انقلاب 1980 600,000 معتقل. سمعت كده. ايه ده مولانا شاف قتلوا 5,000 حاجز. لا 5,000 ايه ده عندي أرقام. أعدمه. إعدام بس كان في اعدامات في الشارع. 600,000 في المعتقلات يعني اكتر من 500,000 يا مولانا. والبنات اللي تشد لها الحجاب والجيش لما دخل خد الاقتصاد وخد المشاريع وخد الفلوس وخد زي بالظبط اللي بيحصل في مصر دلوقتي. بعد كده بقى لو جم اي عسكري نجس من انجس اجناد خلق الارض اللي بتابع لليهود ولا بتاع هيحاول يعمل انقلاب عسكري تاني الناس اللي هتطلع له بقى مش احنا. ليه؟ شافهم. وداءوا. نرجع بقى للقضية بتاعتنا. لما تلاقي واحد النهاردة طب بلاش كده. لا خليك بس لسه هقول السؤال بس معلش انا هفضل شيء. هنا هذا اللواء بتاع عسكر الصليب الذي ينسب نفسه لجيش الفراعنة والهكسوس ورمسيس الثاني والى ذلك. رمسيس الثاني قد معركة حطين. ايه بقى يبقى ايه يعني ايه يعني هنا هو بينسب نفسه استمرار للفراعنة او ده حرام ولا حلال؟ هذا لا ده دول ده بص هذا جاهل مجهال جهول جهال جاهل. ده ما يتردش عليه مولانا. ده ما يتردش عليه. في واحد بيقول لك سيدنا عمر بن الخطاب مات بحادثه موتوسيكل. ده ترد تقول له ايه ده؟ لا. بس خليك معايا. واحد بقى سعودي مثلا من في السعوديه يطلع يقول انا انتمي الى ابي جهل. يا ساتر. انا من انصار ابي جهل واعتز بابي جهل وانتمي لابي جهل. لانه جده الكبير كان ابو جهل. ده ايه ده بقى؟ ده مسلم ولا كافر؟ ده كافر على طول. ليه؟ هو بيعتز وبتنتمي لابو جهل وبتعتز بيه وتقول انا من انصار ابي جهل. ولو كان ابو جهل عايش دلوقتي كنت هبقى معاه وكنت 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 وكنت. انت مسلم. بالظبط كده. انا اقول لك لمصر يا ابن النيل يا ابن الفراعنه. يعني اما واحد يقول لك انا مصري فرعوني انا انتمي الى الفراعنه. انا جدي الكبير احمس. انا خالي تحتمس وعمتي من فيس وابن عمي رع. فضل الشيخ واحد بيقول الله يعشرك معاكم. اللهم امين. فضل الشيخ واحد بيقول لك انا مصري مسلم. ايه ده بقى مصري؟ يعني ايه مصري؟ مصر الاول وبعدين مسلم. قال الله عز وجل في سوره الحج على سيد على مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم ومذكرا ان احنا جدنا الكبير سيدنا ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبله من قبل القرآن كمان. هو سيدنا إبراهيم بيقول له ربنا وتوفنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت سورة البقرة وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ولا مصرية. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. يبقى أبونا مين؟ إبراهيم عليه السلام. أبو الأنبياء لأنه مين؟ من هاجر. من هاجر جه نسل النبي العرب ومن سارة جاء إسحاق نسل الإيه؟ اليهود. يبقى أبو الأنبياء هذا سيدنا إبراهيم. هو سيدنا إبراهيم سماكم المسلمين من قبله. كلمة هو يا إما ترجع إلى الله إما ترجع لسيدنا إبراهيم في التفسير يعني. هو سماكم المسلمين من قبله قبل القرآن. وفي هذا وفي القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يبقى احنا اسمنا إيه؟ المسلمين. مسلمون. لما يجي واحد يقول لك لا أنا مصري
طيب مصر ايه؟ مصر ايه يعني؟ انت دينك ايه الاول؟ انت دينك والمصرية ده دين؟ ما واحد طالع مجرم الله يلعنه مطرح مراح، اللي كان قال النبي، اللي كان رسم صلاح جاهين الشيوعي، قال لك عم محمد عنده 9 فراخ وبتاع، قلة ادب وسفاله وكفر، قال كده سنة 81، قال شيلوا من البطايق كلمة مسلم، مسلم او مسيحي، اكتب مصري. انت ايه؟ انا مصري. والمسلم يروح يصلي في الجامع، والمسيحي يروح الكنيسة. طب ده لا اله الا الله، ده كفر كفر. خلي بالك بقى، اللي بتقول مصر وبتعتز بمصريتك، سيدنا ابراهيم لما دخل مصر كان معاه ستنا مين؟ سارة. ايوه مراته. نعم سارة. كلاب امن الدولة المجرمين، المباحث قالوا للملك المجرم اللي كان بيحكم مصر، تاريخنا مليان بستين نيلة، قالوا له خلي بالك في واحد دخل هنا في البلد ومعاه واحدة ملكة الجمال. نعم. قال طب هاتوها منه، ان كان مرات ان كان جوزها موتوها تو. نعم. فقال لها قولي ان انت اختي. نعم. ولما سالوه قال دي اختي، يقصد اخته في الله يعني. نعم. وبعدين ربنا عصمها، الحمد لله ربنا عصمها منه يعني. ففي الثالثه قال لها ايه؟ خلاص طلعوها عني، دي مش انسانه دي شيطانه، وادوها هاجر عشان تخدمها هديه. ستنا هاجر بقى اللي خلف هنا سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل. سيدنا اسماعيل. يبقى هنا انا مصري ولا مسلم؟ انا مسلم، مولود في مصر، ما تولد في مصر، انت تتولد في امريكا، ده تولد في اوروبا، احنا مسلمون نعتز باسلامنا ونعتز بديننا. يبقى لازم اقول اشهد ان لا اله الا الله. اللي بيقول انا فرعوني كافر، الله يحشرك مع الفراعنه. اللي بيقول انا بنتمي لابي جهل كافر، الله يحشرك مع ابو جهل. واي انسان ينتمي الى اي دين، ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وكان الانبياء كلهم مسلمين لله. نعم. قال الله عز وجل سوره ال عمران، وحتلاقي في البقره، قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. يبقى كلنا مسلمين. تعلم بقى، يبقى من 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 اركان الإيمان، الإيمان أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وتقولها بعزة. يا أخ صابر الصليب النهاردة حاطط على إيده الصليب وبيمشي وبيقول أنا مسيحي، وأكبر رأس عندهم ماسك صليب طوله بتاع متر في متر كده ولا بتاعه ماشي بيه، والقساوسة قبل ما يتكلموا يمكن الصليب يعمل كده. طيب أنا مسلم، بكسف من ديني، أنا بكسف من إسلامي ولا إيه؟ العلماني بيقول أنا علماني، والبرنامج اللي انت عامله ده المجرمون اللي راحوا في واشنطن مع العارية دي والمتنين على عينيها دي بيجهروا كده ما بيكسفوش. الشيعي بيقول لك انا شيعي، اليهودي بيقول انا يهودي. فين المسلم النهارده؟ المسلم المايع اللي مكسوف يقول انا مسلم، اللي عمال يميع في دينه زي الخونة، زي دعاة الخونة اللي انت والاخر. مين الاخر؟ مين الاخر؟ كافر. مش انت مش عايز تقول كافر ليه؟ ليه مش عايز اقول كافر ليه؟ انا مسلم بعتز بديني، لابد ان انا اظهر لا اله الا الله محمد رسول الله، بقولها بمنتهى القوه وبمنتهى الفخر وبمنتهى الاعتزاز. طيب فضيله الشيخ وجد غنيم، يعني سؤال اخير لحضرتك. في ثوره يناير يعني كنا نقول ارفع راسك فوق انت مصر، هل هذا يتوافق؟ ما النتيجه اهي بس. هل هذا يتوافق مع شهاده ان لا اله الا الله ام لا؟ وعملت ايه يا اخويا لما رفعت راسك وضربت على قفاك؟ ما هو زي عبد الناصر ارفع راسك يا اخي فان وراءك مسند. ارفع راسك يا اخي عشان اطهرك بالسكينه ان شاء الله. ايه الهبل والعبط اللي احنا فيه؟ كان بعض اخواننا في المظاهرات طالع اسلاميه اسلاميه. اخي اخي بلاش اسلاميه، بلاش اسلاميه ليه؟ اصل احنا مسيحيين. يا سلام. بص انا اقول لك بصراحه، فاكر منصة بتاعت 25 يناير؟ نعم. بعدت الإخوان يا رب يفك حبسهم يا رب، قلت لهم اتقوا الله خلى عندكم دين، والله ربنا ما حينصركم بالثورة المعمولة دي. ليه؟ كنت عارف فضلت الشيخ؟ لا، لأن شفت على البتاع اللي وراهم حطين الهلال والصليب وجواه الصليب. إحنا عقيدتنا صليب؟ ده اللي بيعتقد بالصليب كافر ومصيره جهنم كما قال الله عز وجل، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن الله إلى آخر الآيات. قلت لهم عشان ما تحرجوش نفسكم شيلوا الهلال وشيلوا الصليب، لان الهلال مش شعار الاسلام. طيب بس المهم تحطوا شعار كفر وراكم وانتوا واقفين، ربنا هينصركم كده. وادي النتيجه. خلينا نتكلم بوضوح، مين اللي شال الثوره دي؟ صح، الثوره ما بداتش بالاخوان، الاخوان يعني مش الاخوان بس، يعني اقصد الاتجاه الاسلامي. نعم. الاتجاه الاسلامي. نعم. الاتجاه الاسلامي كله من 28 يناير. حلو.
28 يناير يوم جمعة الغضب. ستين سنة يا دكتور. هو مين اللي كان واقف ضد العسكر 60 سنة؟ الله ينور عليك. هو يعني العلمانيين كانوا. والله على رأيك صح. ومين اللي ضحى ومين اللي كذب؟ لكن خلينا في الثورة اللي بقولك. ومين اللي عمل تنظيم عشان ستة إبليس اللي بدأتها ومش عارف إيه خلاص. لكن شلناها من 28. مكسوفين إيه إن إحنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله ثورة إسلامية. أيوة إسلامية. شغل المياعة ده ما ينفعناش. الدولة المدنية وإقصاء الدين وفصل الدين عن السياسة كل ده كلام مش من الإسلام ولا من الدين. اللي عايز يلعب سياسة الكفر يروح بعيد عن الإسلام. السياسة بتاعتكم 1+1=5، 1+1=6، الاصطفاف مع الكفار ومع المجرمين ويبقوا هم القادة. انتوا حرين روحوا احنا مالنا ومالكم. لكن احنا بنقول اللي عايز يصطف معانا يتفضل، اللي عايز يجي ورايا يتفضل. ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول له لا. انا راجل طالع اخطب الجمعة، انا الشيخ طالع اخطب خطبة الجمعة، اللي بيجي يصلي ورايا يتفضل يصلي، اللي عايز يقعد عشان يسمع الخطبة يتفضل. لكن واحد يقول لي لو سمحت يا شيخ وجدي اقعد انت وانا هطلع اخطب الجمعة، وانت مين يا حبيبي؟ انت معاك شهادات أزهرية او مثلا يعني عالم في الدين؟ لا والله انا هطلع اقول لكم على المنبر قال قالت ام كلثوم وقال عبد الوهاب. اقول له ايه بقى؟ معلش معلش نصطف وراسي. بقول لك يسيبه يخطب بس عشان بس يجمع الناس. على فكره ده هيجيب لنا ناس كتير قوي قوي قوي. ده دين ده ولا تين؟ تفضلت الشيخ يعني ترديد شعار اذا خرجنا في المظاهرات ورددنا شعار ارفع راسك فوق انت مصري، هل هذا يتناقض مع الاعتزاز بالاسلام ام عادي؟ طبعا يعني طبعا يتناقض مع الاعتزاز بالاسلام، لان الراجل مسلم ارفع راسك فوق انت مسلم. سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإيه؟ إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. إنما ارفع راسك مصر عشان تضرب على أفاك زي ما بيضربونا دلوقتي، وزي ما نزلوا في التحرير اللي الشباب اللي أيد عبد الفتاح السيسي وطخ طخ كل واحد ضرب على أفاك ومشيوا. لا مصر إيه؟ ما دي شايفين مصر ودي اللي بيحصل في مصر كلها العار والخزي والخيانة تعتز بيها. نشكرك شكرا جزيلا فضلت الشيخ وجد غنيم، ويعني اذا لنا نكمل في باقي الحلقات باذن الله. اه انت بقى اللي هو التسميد بالعمل بقى باذن الله ان شاء الله. كما نشكركم مشاهدينا ايضا على حسن المتابعه. ووضح من شرح فضلت الشيخ وجد غنيم ان الاقرار باللسان اقرار النطق بشهاده ان لا اله الا الله يترتب عليه ان يفخر المسلم بهويته وان يعلن عن اسلامه وأن يعتز بإسلامه ولا بإسلامه لا أن يخفيه أو يعتز بأي هوية أو انتماء آخر. فهذه آثار سياسية أو اجتماعية لنطق شهادة لا إله إلا الله. نشكركم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء، وانتظرنا في باقي الحلقات. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.